أهلا بكم من جديد. تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية زخما كبيرا مؤخرا على مختلف الأصعدة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث تولي مصر اهتماما خاص للعلاقات المتميزة التي تربطها بأوروبا نظرا لمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. نتابع ونحلل المزيد حول هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين، ورمضان مبارك علينا وعلى كل المصريين. الله أكرم. دلوقتي دكتور، طبعا امبارح كان يوم مهم للغاية، وكلها بتأتي في إطار سلسلة من التطورات، التغيرات الاقتصادية المهمة في توقيت دقيق بالنسبة لمصر. شايف ازاي زخم العلاقات المصرية الأوروبية وشكل التعاون؟ احنا امبارح بنتكلم عن التعاون الاستراتيجي الشامل، او يعني الشراكة الاستراتيجية الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش شايف اللي حصل امبارح ده بمعزل عن الاحداث اللي حصلت في الشهور اللي قبله. يعني انا ما اقدرش اقول ان النهارده في تطور فقط في العلاقات المصرية الأوروبية، او ان الشركاء الأوروبيين جايين يقدموا استثمارات في مصر، او عندهم رغبة في التعاون مع مصر، او رغبة في رفع مستوى الشراكة. لكن انا شايف ان الشهر اللي قبله كان عندنا الصين، والصين كانت هي كمان جاية لنا بترفع مستوى الشراكة مع مصر. صحيح. قبلها بشهرين كان عندنا الهند، وكانت جاية بترفع مستوى الشراكة مع مصر. من شهر صندوق النقد الدولي اعلن على حزمة استثمارات في مصر باكتر من 8 مليار، مشروع راس الحكمة. فانا شايف ان في زخم استثماري جاي لمصر في اخر 3 او 4 شهور. وده ناتج عن ايه؟ ده ناتج عن ان احنا استثمرنا في بلدنا على مدى 8 سنوات، وكان المفروض ان احنا نحصد اثار هذا الاستثمار في بداية 2020، ولكن مع جائحة كورونا احنا في الاخر اتأثرنا وما قدرناش ان احنا نعرض الفرص الاستثمارية اللي احنا كنا بنيناها في مصر، فتوقفت عجلة الانتاج وتوقفت عجلة الاستثمار. مع رفع الفدرالي الامريكي لسعر الفايدة، ده سحب المستثمرين عند الولايات المتحدة الامريكية، فتضررنا طول الفترة اللي فاتت آخر سنتين تحديدا بسبب هذه الأحداث العالمية. طيب هذا الزخم في الاستثمارات يا دكتور لازم نتكلم عنه بالنسبة للشركاء الأوروبيين بعد التوقيع الاتفاقات بتاعت امبارح، لأنه التقسيمة 7.4 مليار كان من ضمنها تقريبا 1.8 مخصصة للاستثمارات. في أي قطاعات هتتركز هذه الاستثمارات؟ هتتركز في 4 قطاعات بشكل واضح. القطاع الأول منهم هو قطاع معالجة المياه، وده محدد في تطوير محطة الصرف الصحي في حلوان ومد خطوط الصرف الصحي لغاية الفيوم. هتتركز في البنية التحتية المرتبطة بالاتصالات ومد خطوط جديدة للاتصالات ما بين مصر وأوروبا، هترتب عليها زيادة سرعة الانترنت وسرعة الاتصالات في مصر. هتتركز في مشروعات متعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. هتتركز في مشروعات التنموية للإنسان المصري. يعني النهاردة في تحالفات بتتم مع الاتحاد الأوروبي، في رغبة ان هم يأسسوا اول جامعة أوروبية في مصر، ان يتم دمج مصر في المشروعات التنموية الأوروبية، يبقى في مشروعات موجهة للشباب المصري أسوة بالشباب الأوروبي، في عملية تطوير وتنمية شاملة. ولكن برضو لازم يكون واضح للسادة المشاهدين ان في الاخر الشراكة دي معناها ان في مكسب. يعني في الاخر انا لو ما عنديش فرصة مكسب في مصر ما فيش حد هيجي يدور عليا. فهم جايين عندنا عشان عندهم ازمة موجودة في اوروبا، وانت عندك الحلول بتاعت الازمة دي. اول ازمة بتواجههم في اوروبا هي ازمة الغاز الطبيعي. طبعاً. بعد الحرب الروسية الاوكرانية وقطع خط الغاز الروسي بالنسبة لهم، المانيا تراجع مستواها الاقتصادي في 2023 وفي 2022. فالمانيا تحديدا عندها رغبة ملحة انها تيجي في مصر تعمل منطقة اقتصادية في مصر، في منطقة الاقتصادية المحور قناة السويس. في عندهم رغبة في الهيدروجين الأخضر. انت بقى عندك بنية تحتية، كل اللي المصريين تعبوا وكافحوا عشان يبنوا من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، دي بقت نواة النهاردة ان انت تفتحي على طول مصانع للهيدروجين الأخضر. فانت عندك موارد طاقة مش موجودة دلوقتي في أوروبا، الغاز الطبيعي المصري او الشمس المصرية اللي بتساعدنا على ان احنا يبقى عندنا طاقة جديدة ومتجددة. وطبعا الموقع الاستراتيجي لمصر هو كلمة السر. وبعدين
برضو ساعات يبقى غريب على السادة المشاهدين، ده ألمانيا جاية تستثمر، ده أوروبا هم أوريدي بيستثمروا في مصر. يعني بالفعل أهم شركات صناعة السيارات في ألمانيا بتصنع ضفائر الكهرباء بتاعتها كلها هنا في مصر، كتير من قطع الغيار بتاعتهم موجودة هنا في مصر. انت هنا في مصر عملتي 7 مدن صناعية في آخر 5 سنين، من أول مدينة صناعة الأساس في دمياط، لمدينة صناعة الجلود، لمدينة صناعة الدواء، لمدينة الصناعات الغذائية في السادات، لمدينة صناعة الذهب، الخطوات الجديدة لتخزين الحبوب. يعني هم من المشروعات التنموية اللي جايين يعملوها عندنا، أكتر من 100 مليون يورو موجهين عشان نعمل بيهم صوامع جديدة في محور قناة السويس، عشان نبدأ نطور المنطقة دي كمنطقة للتخزين، عشان نقضي على أزمة القمح اللي بتواجهنا كل سنة. يبقى عندنا مخزون استراتيجي يكفي مصر، ويكفي كمان إن احنا نوزع منه على المنطقة كلها في الشرق الأوسط. طب دلوقتي دكتور، حضرتك ذكرت يعني خصيت بالذكر ألمانيا في بعض المشروعات وبعض القطاعات، ايه اهم الدول الاوروبيه الاخرى؟ ايطاليا جايه تعمل معانا مشروعات في الصناعات الغذائيه. يعني كتير من الصادرات المصريه من الحاصلات الزراعيه احنا بنصدرها كمواد خام، تلاقينا بنصدر البطاطس خام، بنصدر الفراوله خام، بنصدر البرتقال خام، تقريبا 3 مليار طبعا الحصيلة. ولكن بدون قيمه مضافه. يعني مساله ان انا اخد الماده الخام من المزارع وابدا اصدرها كده، انا ما كسبتش منها المكسب الكافي. لا، انا قادر ان انا ادخل المواد الخام الزراعيه دي تطلع لأوروبا كشكل منتج زراعي. ففي رغبة النهاردة في إن هم يبدأوا يعملوا عندنا مصانع لتحويل المنتجات الزراعية دي إلى منتجات زراعية مصنعة، فهيبقى في قيمة إضافية أخرى على المنتج المصري، وكمان هيبقى في فرص عمل إضافية أخرى. فإذا المسألة مش بس ألمانيا وبس إيطاليا، لا، إحنا بنتكلم في الربط الكهربائي ما بين مصر واليونان، بنتكلم في المشروعات اللي عند حكومة بلجيكا رغبة في إنها تعملها في مصر باستخدام الرمال البيضاء. يعني بلجيكا من أشهر الدول على مستوى العالم في صناعة الزجاج والكريستال، إحنا عندنا أنقى رمال بيضاء في العالم تصلح لصناعة الزجاج، فهم جايين يعملوا مشروعات في صناعة الزجاج في مصر. ده بتدخل حتى في الرقائق الإلكترونية دكتور. طب ما أنا بقول لحضرتك كل حاجة كل الموارد اللي موجودة عندنا في مصر الحمد لله بقت مؤهلة. إحنا كانت في السابق كانت صحراء، ما كنتش تقدري توصلي للمناطق دي، ولا كان عندك بنية تحتية ولا مدن صناعية. انت النهاردة جاهزة، وجاهزة من 2020 ان انت بتبدأي تدخلي مستثمر يعمل المصنع بتاعه. ولكن قابلتنا ظروف الحرب الاقتصادية العالمية وظروف الحرب الروسية الأوكرانية. النهاردة الحمد لله الظروف دي بتنتهي. حضرتك كنت بتناقشي ان البنك الفيدرالي الامريكي في طريقه لتخفيض سعر الفايدة، انا متوقع انه يثبت في المرحلة دي ويمكن يخفض مستقبلا، ولكن ده كله بيصب في مصلحة الاستثمار العالمي. يعني اول لما هيبدأ يخفض سعر الفايدة، ده معناه للاستثمار لازم يدخل في الاستثمار الحقيقي. حضرتك كمان مع مايو والصناعة. يونيو توقعاتي ان هو هيثبت سعر الفايده، لان هم لسه برضو مش قادرين يسيطروا على التضخم. ولكن طالما ما فيش زياده، ده كله بيقول للمستثمر انزل بقى استثمر في الانتاج. يعني المستثمر دايما بيبقى عنده خوف، فبيلجا الاستثمار في اذونات الخزانه وسندات الخزانه الامريكيه. طب النهارده دي ما بقتش بتدي له الربح الكافي اللي هو عايزه، وبدا يبقى في استقرار في الظروف العالميه، فهو عنده رغبه في فرص المكسب اكتر، فيبدا يجي يسعى عندك لفرص المكسب اكتر. وهنا خليني اشير لحضرتك وللسادة المشاهدين على نقط مهمة من وجهة نظري. الأزمة مش موارد. ليه مش موارد؟ انا قدامي الساحل الشمالي لدولة ليبيا، يمكن في مناطق بكر اكتر من منطقة راس الحكمة، ولكن مفيش استثمار بيروح ليبيا. ليه؟ عشان مفيش امن واستقرار. قدامي السودان عندهم 90 مليون فدان صالحين للزراعة. احنا كلنا عايشين في مصر على 4 مليون فدان اللي احنا بناكل منهم كلنا. هم عندهم 90 مليون فدان وعندهم حرب اهلية. فإذا الأزمة مش أزمة موارد، لا، الأزمة مين عنده أمن، مين عنده استقرار، مين في رباط. يعني إحنا كمصريين مترابطين وواثقين في قيادتنا، واثقين في دولتنا، وعارفين إحنا يمكن علينا آخر سنتين بسبب إن إحنا كنا بنبني بلدنا، فكل اللي إحنا بنيناه في السنين اللي فاتت هنبدأ دلوقتي نستثمره وناخد العائد المقابل من إن الدول دي كلها بدأت تستثمر عندك. والنهاردة أنا هدفي إن أنا أوضح لحضرتك إن بقى في منافسة دولية على الاستثمار في مصر. يعني لما تلاقي حضرتك روسيا النهاردة بتعمل أكبر محطة طاقة نووية في الساحل الشمالي المصري، هتكون قادرة تغطي كل الساحل الشمالي بالطاقة الكهربائية. المحطة دي تكلفتها 20 مليار دولار أمريكي. المحطة دي حضرتك بالنسبة لنا احنا كمصر هنفضل ندفعها بالقسط لروسيا بالجنيه وبالروبل، فخلاص ده عبء اتشال عن مصر
من الدولار بسبب ان انت انضميتي لبريكس. دي ايضا نقطة مهمة جدا يا دكتور، لانه احنا لاحظنا في محاولات للتوسع من عدد من الدول لفكرة التبادل بالعملات المحلية، وتم طرح تاني فكرة عملة موحدة للبريكس حتى لو ما كانتش على الأجندة الرسمية للقمة اللي فاتت، ولكن الفكرة مطروحة وعلى ما يبدو أنه هيظل في محاولات لتنفيذ هذه الفكرة. توقعاتك إيه بالنسبة لتأثير كل هذه التحركات طبعا على المدى البعيد على قوة الدولار؟ دايما للظلم نهاية، دايما للظلم نهاية. إذا كان في دولة في العالم محتكرة طباعة الدولار وبتخالف الاتفاقيات الدولية وبتطبع دولار بدون غطاء ذهبي وبتطبع عشان تطلع الفضاء وبتطبع عشان تمول الظالم عشان يقتل الأبرياء، الحقيقة دي اتكشفت للعالم. الولايات المتحدة الأمريكية كمان بالمناسبة دكتور أكبر يعني مدينة يا فندم تاريخي، كلام إنه تمويل هذه الحرب على غزة من فلوسنا إحنا كدافعين ضرائب حضرتك، لا دي من فلوس العالم. هم بيطبعوا دولار ويصدروا التضخم. أمريكا مديونة ب 32 ألف مليار، إحنا كل ديون مصر 160 مليار، هم مديونين ب 32 ألف مليار، عجزهم السنوي 3200 مليار. فده شيء خلاص أصبح العالم كله انتهت الفكرة دي. النهاردة الصين عايزة تصدر تجارتها بعملتها الرسمية، روسيا عايزة تصدر تجارتها بعملتها الرسمية، وكل دول العالم في هذا الطريق. فبالتالي من وجهة نظري ان احنا هنفضل في مرحلة التبادل بالعملات المحلية، ويمكن يكون في خطوة جديدة في التطور مستقبلا ان احنا نبدأ نشتغل بعملة موحدة للبريكس. ولكن انت عندك النهاردة مثلا برنامج لمبادلة الديون مع الصين، الاتحاد الاوروبي هو كمان عرض عليكي برنامج اخر لمبادلة الديون. يعني ايه مبادلة الديون؟ يعني انا كان في بعض القروض اللي انا كنت واخدها من الاتحاد الاوروبي، هو بيعرض عليكي دلوقتي ان انت بدل ما ترجعي له الفلوس دي تبدأي تستثمريها في مشروعات تنموية تعود على المواطن المصري بالنفع. فاذا الاجنده الدوليه بالنسبه لي، لو انا شايف النهارده حال بلدي ان روسيا بتسعى لي وبتسعى انها تستثمر معايا، الصين هكذا، الهند هكذا، ودول اكبر دول العالم في نفس الوقت اللي هم قبلوا يضموا مصر لبريكس هم رفضوا دخول الجزائر لبريكس. فعشان بس الناس ما تتصورش ان بريكس دي بتلم اي حد، لا ده في رغبه لمصر تحديدا. طيب الاتحاد الاوروبي هو النهارده جاي بيرفع مستوى الشراكه مع مصر، طيب ده في انهي اطار؟ ده بيقدم لك حزمة دعم تقريبا ب 8 مليار دولار امريكي. هو في نفس الوقت لما جم يرفعوا مستوى علاقة الشراكة مع تونس ادوا لتونس 150 مليون. صحيح، وموريتانيا كمان كان رقم. وادوا لموريتانيا حوالي 130 مليون. الفرق كبير جدا، يعني احنا في شراكته مع مصر بيديكي 8 مليار، في شراكته مع تونس بيديهم 150 مليون. فلازم المصري يبقى عارف حقيقة وضع دولته، حقيقة قوة دولته. مصر قوية بالمصريين، مصر قوية بصبر المصريين، بوحدة المصريين، وحدتنا وصبرنا على الأزمة اللي فاتت هو ده اللي خلى العالم كله يعرف ان احنا مش هنقع وان احنا مش هننهار وان احنا صامدين. وهو الصمود ده بقى نتيجته انه كله بقى عنده استعداد انه النهارده يتفق معاكي، يتشارك معاكي. النهارده هم بيأسسوا مجلس للشراكه المصريه الاوروبيه، هيتم فيه مراجعات سنويه وهيتم فيه اداره سنويه. وبالنسبه للساده المواطنين المساله مش فقط ان هم هييجوا يستثمروا عندنا 8 مليار، لا، لما الحكومات تبدا تستثمر معانا 8 مليار ده معناه ان المستثمرين الافراد والشركات هيشعروا بالثقه. رساله طبعا. انت اخر سنتين هو دلوقتي الرقم ده يا دكتور لو هنتكلم 8 مليار ده دولار، ال 7.4 مليار يورو في منهم حوالي 5 قروض ميسره، في منهم هيكون تقريبا مليار هيبقى حزمه عاجله مش هتخضع للبيروقراطيه والوقت بتاع موافقات البرلمان الاوروبي وما الى ذلك. هذه التيسيرات او التمويلات الميسره المقدمه من الاتحاد الاوروبي هتكون ايه اولويات اللي هتوجه ليها بشكل فوري؟ شوفي لازم نبقى واضحين مع الناس، يعني لازم ابقى واضح مع الساده المشاهدين. أكيد. احنا النهارده خارجين من ازمه اقتصاديه، فبالتالي احنا هنخرج منها تدريجيا، وده اللي الاتحاد الاوروبي حطه في حساباته. فجزء من الخمسة مليار دول متوجه لدعم الموازنه المصريه. وانا النهارده عشان اعمل تحرير لسعر الصرف واعمل تحرير لسعر الجنيه المصري اصبح عندي ازمه في الموازنه اسمها الدعم اللي رايح للكهرباء، اسمها الدعم اللي رايح للبنزين والسولار. فبالتالي انا بقى عندي فجوه كبيره تمويليه. فهو جزء من الخمسة مليار دول هو بيديك قروض ميسرة، يعني مش بسعر الفايدة العالمي، بأقل من سعر الفايدة العالمي وعلى أجال طويلة عشان تقدري تعالجي الفجوة اللي بقت موجودة. وده معناه أن الاتحاد الأوروبي بيربط الحزمة اللي هو بيقدمها لنا دي بالحزمة اللي صندوق النقد الدولي قدمها لنا عشان يكون في توازي في الدعم اللي موجه لمصر عشان نقدر فعلا نحل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة عندنا
ومن وجهة نظري ان بعد ال 8 مليار دولار بتوع الاتحاد الاوروبي مع ال 8 مليار بتوع صندوق النقد الدولي مع 35 مليار جايين لنا من صندوق من رأس الحكمة، انت ما بقاش عندك مشكلة. لان انا كان كل اللي مطلوب مني تقريبا في 2024 حوالي 40 مليار، سددنا منهم تقريبا 20 مليار، فكل اللي مطلوب مننا من هنا لغاية اخر السنة حوالي 20 مليار. لا انت النهاردة بقى معاكي حوالي يمكن 55 مليار، فاحنا عندنا فائض كمان فوق احتياجاتنا هيكفينا ان احنا يكون سعر صرف الجنيه المصري مستقر على مدى 3 سنوات، لان برنامج الدعم الاوروبي ده بيتقدم لنا من 2024 ل 2027 وبشرط. ده مش متوقف عند ال 8 مليار، لا ده هم بيقولوا لنا ان في كمان استعداد لحزم اخرى من الدعم وحزم اخرى من التعاون. وزي ما وضحت لحضرتك الغرض مش فقط الفلوس اللي هتيجي من الاتحاد الاوروبي، لا بمجرد ما خطوط التحويل بتاعه اليورو اتفتحت لمصر هيبدا المستثمرين الافراد وهتبدا الشركات الاجنبيه ترجع لمصر، يبدا الاستثمار يعود لمصر، كل ده بيصب في الثقه. نقطه مهمه قوي يا دكتور طبعاً. ازاي يتم تذليل العقبات وتسهيل مهمه دخول هذه الشركات الأوروبية بشكل أعمق للسوق المصرية؟ برضو احنا كان عندنا ظلم كبير لنفسنا، يعني للأسف لما بيحصل عندنا أزمة في مصر بنقعد كده نفتكر كل حاجة كانت غلط من زمان ونقعد نعلق عليها شماعات. لا انت عندك النهاردة قانون استثمار محترم جدا، عندك نظام الرخصة الذهبية نظام محترم جدا، ما بقاش عندك البيروقراطية اللي كانت موجودة من خلال النهاردة هيئة الاستثمار تقدروا تأسسي شركة في مصر أونلاين بالكامل. فانت حصل تحديثات كبيره جدا في مصر، ولكن كانت في ظروف غير مواتيه، كان في ظروف ضد الاستثمار في مصر، ضد الاستثمار في العالم كله. فالنهارده مع زوال الظروف دي الوضع كله بيتحسن تدريجيا. فاللي انا اقدر اقوله لحضرتك واوعدك بيه واوعد الساده المشاهدين بيه ان الازمه انتهت وان اللي جاي كله ان شاء الله تحسن، ولكن هيكون عامل ازاي؟ الاسبوع ده فيه تحسن في سعر صرف الجنيه، الاسبوع الجاي هيبقى فيه تحسن اكتر، فكل الاحداث اللي جايه ان شاء الله هي احداث ايجابيه، لان الدخل الدولاري اللي جاي لمصر بدا بالفعل يدخل من راس الحكمه، بدا يدخل من صندوق النقد الدولي، بدا يبقى عندك موارد متعدده. مع دخول الموارد المتعدده دي احنا اولا هنقدر نقضي على خطه الاخوان ان هم كانوا بياخدوا تحويلات المصريين من الخارج، فيبدا يرجع لك تحويلات المصريين من الخارج اول لما هيلاقوا الدولار استقر في البنك. بدات تتحسن بالفعل بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره 10 اضعاف. انا سمعت رئيس بنك مصر بيعلن ان تحويلات المصريين في الخارج زادت 10 اضعاف. فده معناه ان كل ما الوضع الاقتصادي عندك بيستقر والثقه عندك بتزيد هتلاقي الامور عادت لطبيعتها، لان الدولار كان موجود جوه مصر بس الناس محتفظه بيه في البيوت، المصريين العاملين في الخارج محتفظين بيه في حساباتهم في الخارج. مع زوال الأزمة ومع ان هم شايفين ان سعر الدولار بيقل في البنك وان سعر الجنيه بيتحسن وان احنا على المسار الإيجابي للأمور، الموارد الدولارية كلها بتزيد. وانا متصور ان يمكن في خلال اسبوعين او 3 اسابيع على الاكثر هيبدا يبقى فيه تحسن كبير جدا في سعر الجنيه المصري. شكرا جزيلا دكتور احمد سعيد استاذ القانون التجاري على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه طبعا المعلومات القيمة.